او بدنا نطور هذا السيستم حتى نعمل اكيد. نشوف البروسيجر الان. راح نعمل هذا السؤال، راح ناخذ الليرنينج ريت 0.1. وبتذكروا حكيت اذا اخذت الليرنينج ريت بطيء جدا راح ياخذني فتره طويله جدا حتى اوصل. يعني رحت عملته 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 6 راح اخذ فتره طويله جدا حتى اوصل. واذا عملته رقم كبير جدا ممكن ما اقدر اجاوب، اضل اعمل اوسيليشن بين الجوابين. اوكي، انا هون اخترته لانه هذا مثال موجود هون، واخذت ستيب الثريشولد هون اخترته 0.2 وراح اطبق هذه اللي موجوده هون. راح نبدا براندوم فاليوز للويتس، راح نبدا براندوم فاليوز على الويتس اللي هون. اظن الراندوم فاليوز اللي بنبدا اللي ببدا فيها هون، خلينا نتاكد منها. رح نبدأ بـ 0.3 وماينس 0.1، هو راندوم. هلا انت اذا كتبت برنامج شو بتعمل؟ بيكون في عندك ستيب في البرنامج تعمل راندومايز ويتس. فبناخذ فاليوز راندوم فاليوز للويتس مثلا من 0.5 ل او من ماينس 0.5 الى 0.5. اوكي، فمثلا نعملهم راندوم. كيف بقدر اعملهم راندومايزيشن في البرنامج؟ كيف بتقدر تعمل انت في البرنامج راندومايزيشن؟ شو بتعمل؟ فانكشن راندوم تعطيك راندوم نمبر. فبتاخذ راندوم نمبر مثلا من صفر لواحد. مش في فانكشن تعطيني من صفر لواحد، بس انا بدي اياها تكون نطرح منها، اطرح منها اطرح منها نص. اذا الرقم اذا اخذت راند ما بعرف ايش الترمينولوجي كانت واحد هيك، يعني هذا المهم انه بعطيني رقم راندوم نمبر من صفر لواحد بطرح منه 0.5. فبقول انه W1 الانيشال فاليو تبع W1 بيساوي هيك، والانيشال فاليو تبع W2 كمان بيساوي. هذا رح يعطيني راندوم نمبر بين وين وين؟ هذا اول شيء، هذا رح يعطيني راندوم نمبر بين قديش وقديش؟ صفر لواحد. اذا طرحت منه نص، لو كان صفر وين بصير؟ ماينس 0.5، اذا كان واحد شو بصير؟ 0.5، اذا بعطيني هذا الرينج. إذا رح نبدا احنا راندوملي، انا هون في هاي الحاله رح نبدا من 0.3، فالانيشال فاليو تبع 1 رح يكون 0.3 والانيشال فاليو تبع 2 رح يكون ماينس 0.1. هلا بدنا نحط استراتيجيه للتعلق لهذا النتورك بحيث نبدا يتعلم الاند فانكشن. التريننج داتا هي هون ما عندي جنراليزيشن هون بالحاله هاي، رح ناخذ احنا ماخذين مثال بسيط. هي التريننج داتا اللي بدنا نتدرب عليها. خلينا نبدا نشوف هذه التريننج داتا كيف ممكن استعملها. شوفوا ايش راح نحط، راح نحط X1. اول شيء راح نحط شيء اسمه ايبوك. ايبوك ايش معناها باللغه؟ مين مرت عليه؟ ايبوك معناها حقبه زمنيه. بس بنيور نتوركس بنستعملها لكل مره بعرض هدول النتوركس على هذا بدربوا عليهم. كل مره بدربوا على الاربعه هدول هاي بنسميها ايبوك، فراح نبدا باول ايبوك منهم. راح اخذ الفاليو تبعت X1 والفاليو تبعت X2، راح اشوف ايش بيطلع معي. Y خلينا نسميها Y out، او قبل هيك خلينا احط Y desired، خلينا نسميها Y desired. بعدين راح يطلع معي Y actual، بعدين راح يطلع معي Error مضبوط، وبعدين راح اعمل W1 W2 digital. كيف راح اغير W1 W2؟ خلينا ناخذ اول شيء راح نبدا ندرب في الايبوك الاول، راح ناخذ 0 0. هلا قديش W1 و W2 هلا القيمه الحاليه تبعتهم اللي بدينا فيها؟ 0.3 ماينس 0.1. 0 0 حط 0 هون و0 هون. 0 في W1 شو ما كانت قيمه W1 شو راح يعطيني؟ 0. و0 في W2 شو ما كانت قيمه W2؟ 0. 0 زائد 0 راح تعطيني 0. هلا بدنا نحط ستيب زائد ثيتا، ثيتا اللي هي 0.2 بالحالة هاي على القيمة اللي طلعت معنا. هلا ستيب هون عندي 0 و0 زائد 0.2 مش هيك؟ هلا إذا طبقتها 0.2 رح تعطيني 1 مش هيك؟ الأوتبوت فواي اكشوال رح يكون 1. قديش واي ديزايرد؟ 0. هل عندي ايرور؟ الايرور 1 ولا ناقص 1؟ لانه ديزايرد ماينس اكشوال مش هيك؟ اذا هون رح يكون عندي ناقص 1. شو بدي اضطر اعمل ما دام عندي ايرور؟ بدي اعدل الويتس تبعت هذول. هلا تعديل الويتس رح يصير عندي دبليو اي
لانه في عندي واحد واثنين بدها تساوي. هي حتى دبليو اي بي دبليو اي بتساوي او دلتا دبليو اي بدها تساوي الفا اللي هي الليرنينج ريت في اكس اي اللي دخلت معي من هون في اكس اي دبليو اي عندنا الليرنينج بدنا نضربها في الليرنينج ريت الفا في الليرنينج ريت في الانبوت في الايرور مظبوط. يعني اذا عندي يعني الايرور معناها لما الايرور يكون ماينس معناها بدي ازيد هذول الايرور نيجاتيف بدي ازيد هذول الويتس عندي ديزايرد 0 1 مظبوط بدي اغير هذول الويتس. اذا راح اخذ عندي قيمه اكس اي يعني قيمه اكس اي اللي كانت مسؤوله عنها كانه عمالي بقول بدي اغير الاوتبوت بشكل يتناسب مع الويت ويتناسب مع الشخص اللي كان مسؤول عن هذا اكس 1. المشكله هون في الحاله هاي اكس 1 واكس 2 كلهم الاثنين زيرو. يعني احنا عمالنا نقول انه دبليو اي بلس 1 بتساوي دبليو اي زائد دلتا دبليو اي. يعني بدي اغير دبليو اي اللي كانت موجوده هون اللي هي 0.3 وماينس 0.1 بقيمه معينه مقدارها دلتا دبليو اي. خلينا نطلع ايش هذول القيم. عندي هون 0.1 اكس اي قديش كانت دبليو 1 راح كانت زيرو في الايرور اللي هو ناقص 1 راح يطلع معي زيرو. اذا ما راح اغير دبليو اي راح تضل هذه 0.3. نطلع على دبليو 2. اذا طلعنا على دبليو 2 نفس الشيء عندنا هون نفس الشيء ايش طلع مع ايش راح يطلع معي ماينس 0.1. ناخذ الحاله الثانيه. هلا نيجي على الحاله الثانيه راح ناخذ 0 1 y desired راح تكون 0. نطلع هلا على الحاله هاي قديش تطلع معي اكس 2. اكس 2 عندي في بوينت في ماينس 0.1 مش هيك؟ واحد في ماينس 0.1 راح يصير عندي ماينس 0.1 زائد 0 زائد 0.2 اللي هي هون الثريشولد مش هيك؟ ماينس 0.1 زائد 0.2 شو راح يعطيني؟ 0.1. فلما احط ستيب على راح تعطيني كمان واحد. في عندك شيء غلط ايش هي اللي كانت؟ ثريشولد 0 بدك 1 2 بتذكر ليش عندي ثريشولد 0.2. ايوه يا ريت الثريشولد المفروض على الاقل يكون ماينس او 0 لانه ما راح يجي ولا راح يطلع معي صح الثريشولد مظبوط لو ضربت 0 في الويت راح يطلع 0 صح اياها واحد فاتوقع راح يكون ماينس. اظن انه هذا الغلط كان هذا اذا كانت هيك بتصير مظبوطه مش هيك؟ يعني الثريشولد يعني هذا لازم يكون اكبر من 0.2 حتى يكون الجواب صحيح مظبوط. هذا الغلط اللي عندي هون اللي هي 0.2. نتاكد منها مره ثانيه. نرجع نتاكد من الستيب السابق. راح ارجع امحي هذا من هون. نتاكد منها مره ثانيه. ناخذ اول حاله. اول شيء عندنا 0 0 راح تعطيني 0 ماينس 0.2 بطبق عليها ستيب هلا بتصير صحيحه مش هيك؟ صار عندي 0 فراح يطلع عندي الواي اكشوال واي ديزايرد 0 والواي اكشوال 0 ما راح يصير في عندي تغير مش هيك؟ راح يصير عندي الايرور 0 فراح تضل هذه 0.3 وماينس 0.1 مضبوط. هذا الغلط اللي كان عندنا. ناخذ الحاله الثانيه. هلا لما يصير عندي 0 و1 راح يصير عندي الان ستيب عندنا 1 في ماينس 0.1 ماينس 0.2 راح يعطيني كمان 0. ليش الستيب تحت صفر مش كان صار صحيح ولا لا؟ هذيك الساين الساين ستيب زيرو مضبوط زيرو. خليني بدي اتاكد شوي. مضبوط بالحالات الثلاثة ما بنغير شيء، بضل عندي نفس الشيء ما بتغير شيء أي شيء في الحالات الثلاثة الأولى صحيح. يعني هون راح يطلع عندي هلا ماينس 0.1 ماينس 0.1 0.3 مش هيك؟ 0.3 لما بعمل عليها ستيب راح تعطيني 0 فراح يطلع معي الاوتبوت ديزايرد 0 وهذا 0 والايرور 0 راح يضل 0.3 ماينس 0.1. والحاله الثالثه نفس الشيء لانه عندي كمان 0 0 1 0 عفوا هلا 1 0 راح اضرب 1 في 0.3 وهون عندي 0 ماينس 0.2 ستيب هلا ايش راح يعطيني؟ 1 فراح يصير عندي واي اكشوال 1 وهذا ديزايرد هون 0 مضبوط. هلا ناخذ واي اكشوال صار عندي الايرور هلا ماينس 1 الايرور ماينس 1 راح يصير عندي هلا التصحيح راح يصير تصحيح بواي 1 لانه عندي هون اكس 1 فراح يصير عندي دبليو
دلتا دبليو 1 راح يساوي الفا في الايرور اللي هو ماينس 1 في قيمه اكس 1 اللي هي كانت 1 اللي هي بتساوي 0.1 في ماينس 1 راح يساوي ماينس 0.1. مين راح اغيره من مقدار 0.1؟ دبليو 1 راح ينزل هذا ل 0.2 وهذا راح يضل زي ما كان 0.1. ناخذ الحاله الثالثه. الحاله الثالثه راح يصير عندي هون 1 1 راح اضرب 1 في 0.2 زائد 1 في ماينس 0.1 ماينس 0.2 وعندي هون ستيب 0.2 ماينس 0.2 راح يروح راح يصير عندي ماينس 0.1. ايش راح يطلع الاوتبوت؟ زيرو والديزاير. ايش صار عندي الايرور الان؟ 1. الايرور صار 1. هلا راح يكون عندي دلتا دبليو 1 ودلتا دبليو 2. دلتا دبليو 1 راح يصير عندي الليرنينج ريت في الانبوت اللي كان 1 في الايرور اللي هو 1 راح يكون عندي 0.1 وهون راح يكون عندي كمان 0.1 في الانبوت اللي كان 1 في الايرور 1 راح يصير عندي 0.1. ايش راح اعمل الان بالويتس؟ 0.3 و0. اوكي هيك خلصنا بنكون اول ايبوك. هذا سميناه الايبوك الواحد. هيك ما خلصنا تريننج، السيستم لسه ما بيشتغل مضبوط، شو بدي اعمل؟ سكند ايبوك. بناخذ نفس الشيء 00 01 101 نفس الشيء. هلا بنرجع بنحط الانبوت 0 0 في 0.3 0 زائد 0 عندي ستيب ماينس 0.2 راح يعطيني 0 في الاوتبوت راح يطلع 0 واي ديزايرد 0 في الايرور الايرور 0 واذا الايرور 0 راح يضل عندي 0.3 و0. ناخذ الثاني راح احط 0 في 0.3 زائد 1 في 0 راح يكون عندي الاوتبوت 0 والديزايرد 0 ما راح يصير عندي تغيير راح يضل 0.3 و0. ناخذ الانبوت الثالث عندي 1 الان يعني الاوتبوت راح يطلع معي 0.3 ماينس 0.2 ستيب راح يطلع معي 1. اذا هون الاوتبوت غلط مش هيك راح يطلع عندي الاوتبوت اكشوال 1 والديزايرد 0. قديش صار الايرور؟ ماينس 1. هلا بدي اعمل التصحيح. التصحيح راح اعمله الان. عندي دبليو 1 يساوي عندنا الفا اللي هي 0.1 في الانبوت كان من دبليو 1 1 في الايرور اللي هو ناقص 1 راح يطلع عندي ماينس 0.1. ايش راح اعمل في 0.3؟ 0.2. التالي ما راح اغيرها لانه الانبوت تبعها 0 فالتغير دلتا دبليو 2 بيساوي 0.1 للليرنينج بس الانبوت 0 والايرور 1 راح تطلع 0 راح تضلها هاي زي ما هي. ناخذ الحالة الأخيرة لما يدخل عندي 1 1 في 0.2 زائد 0 راح يعطيني 0.2 0.2 ماينس 0.2 راح يعطيني الأوتبوت 0 ستيب راح يعطيني 1 مش هيك؟ فالأكشوال راح يكون 1 وهذا 1 فالايرور 0 وما راح يصير فيه هلا لسه السيستم ما بيشتغل مظبوط بالحاله هاي اوكي فاهمين ليش ما بيشتغل؟ لانه لو حطيت هلا لسه في عندي خطا لو حطيت هلا بتشوفه بالحاله الثالثه. نعم ضلك تعمل رح توصل بالحاله الخامسه لما بتكمل بالحاله الخامسه رح تلاقي انه بوصل 0.1 و0.1 خلينا نتاكد منها 0.1 و0.1 رح امحي هذه من هون يعني at epoch 5 راح يصير عندي w1 بيساوي 0.1 و w2 بيساوي 0.1. نفحص هلا هذا السيستم. اذا عندي انبوت كان عندي 0 0 ايش راح يصير؟ 0 في 0.1 0 زائد 0 مش هيك؟ فبدخل عندي هون 0 زائد ماينس 0.2 بيصير نيجاتيف. ايش الاوتبوت بيطلع؟ 0. لما يكون عندي واحد منهم واحد راح اضرب 0.1 في 1 زائد 0.1 0.1 ماينس 0.2 راح يعطيني نيجاتيف اذا راح يكون الاوتبوت 0 1 0 بصير عندي 1 في 0.1 زائد 0 راح يعطيني كمان 0. ايمتى الحاله الوحيده راح يعطيني فيها اوتبوت 1؟ 0.1 في 1 زائد 0.1 في 1 راح يعطيني 0.2 ال 0.2 ماينس الثريشولد راح يعطيني output 1.
هلا ضليتك تدربه بعد الخامس هل راح يتغيروا هدول الويتس؟ لا. الاول راح يضل عندي يطلع عندي زيرو. اذا في النهايه راح يوصل هذا 0.1 وهذا 0.1. تعرفوا تعملوا هاي لاور؟ هذا الاكسرسايز